الفيلا في مراسي ب 100 مليون جنيه وبتتباع في ساعة، والناس بتقف عليها طابور ومش بيلحقوا ياخدوه. أما بقى التاون هاوس فده ب 30 مليون. إنما تقول لي عايز تشتري شقة، أقول لك مراسي ما فيهاش شقة، كلها يا فيلات يا تاون هاوس. ولو أنت بقى قررت تشتري فيلا في مشروع محمد العبار بالمراسي فهتلاقي أسعار عمرك ما شفتها. وطبعا إحنا عارفين مين اللي هيشتري بالأسعار دي، واللي خلى سعر المية 500 جنيه في الساحل الشمالي الفيلا يعني مش تبقى أقل من مليار، وده سعر كده يا بلاش. ولو عايز تشتري بتخفيض فمش هتلاقي للأسف، لأن المرحلة التانية سعرها أغلى من المرحلة الأولى ب 60%. تعالى معايا كده أقول لك أسعار التاون هاوس والفيلات في مراسي، لو بتفكر تشتري حاجة هناك هقول لك إزاي تختار. أعلن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار مؤسس شركة إعمار في مصر عن طرحها عدد من الوحدات في مشروع سول في المراسي بالساحل الشمالي، وطرح عدد كبير من الفيلات والتاون هاوس في المرحلة الأولى، وطرح أسعار ومفاجآت كتير. والمرحلة الأولى كلها اتباعت خلال يومين بس، وإحنا عارفين إن شركة إعمار معروفة أول ما بتنزل وحدات متاحة بتتباع فورا، زي السنة اللي فاتت كده طرحت الوحدات بتاعتها وخلص بيع المرحلة الأولى كلها في 6 ساعات بالظبط. السنة دي طول شوية البيع واتباعوا في يومين، واتباع ال 100 فيلا ب 9 مليون جنيه. والوحده الاولى كلها كانت فيلات، واحنا عارفين زي ما قلنا مفيش شقق عندهم، وكانت مساحه الفيلات بتبدا من 330 متر ل 900 متر. ونزل برده في المرحله الاولى عدد محدود من التاون هاوس، وده اتباع للاجانب بس واتباع بالدولار كمان، وده علشان التاون هاوس نادر انه يكون فيه وحدات اعمار، كل وحداتها فيلل بس. وسعر التاون هاوس وصل ل 24 مليون جنيه، والفيلات بتتراوح اسعارها على حسب المساحه. الفيلا مساحه 330 متر كانت ب 35 مليون جنيه، والفيلا اللي مساحتها 900 متر دي وصل سعرها ل 214 مليون جنيه. أول يوم طرحت فيه شركة إعمار البيع في المرحلة الأولى اتباع في أول يوم بس 70 فيلا، وتاني يوم خلصت كل الفيلل، ده غير التاون هاوس اللي اتباع للأجانب بالدولار زي ما قلنا. والفيلات اللي سعرها أعلى من 200 مليون جنيه دول اتباعوا أول حاجة أساسا. أما بقى المرحلة التانية هيعلنوا عن بدء البيع فيها قريب، بس الأسعار فيها ارتفعت بنسبة 60% عن المرحلة الأولى، وده طبعا غير فندق اللوكاندا بتاع الهضبة الفنان عمرو دياب اللي هيطرحوا بيع الغرف فيه قريب. وإحنا عارفين إن عمرو دياب عامل شراكة مع إعمار في المشاريع، وهم متخصصين بيبيعوا له الوحدات الفندقيه في الفندق بتاعه، وكل ده والناس بتتخانق عشان تشتري الشقق في المراسي وبيحجزوا طوابير عشان يلحقوا فيلا، ومسافه ما تنزل بيشتروا على طول عشان لقطه. طبعا شركه اعمار معروفه من السنه اللي فاتت كل الوحدات اللي بتنزلها في اي مرحله من المراحل بتخلص فورا. السنه اللي فاتت صدرت الترند على السوشيال ميديا بعد بيع كل الوحدات اللي نزلت في 6 ساعات بس. دي كانت اسعار الفيلات في مراسي عشان لو كنت بتفكر تشتري ومعاك شويه ملايين تعرف تروح تشتري وتاخد قرارك، انما بقى لو مش معاك فديك عرفت الاسعار برضه. ما تنساش تقول لنا ايه رايك في اسعار الفيلات في المراسي في الكومنتات.